فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وهذا حديث عظيم فيه ذكر خطبته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة رحل صباح هذا اليوم من منى متوجها إلى عرفة، ونزل صلى الله عليه وسلم بنمرة وهي قرية خربة على حدود مزدلفة بينها وبين عرفة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس رحل من نمرة ونزل في وادي عرنة، وهو فاصل بين الحل والحرم، لا هو من عرفة ولا هو من مزدلفة. نزل فيه صلى الله عليه وسلم وخطب هذه الخطبة العظيمة البليغة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رحل، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم رحل إلى عرفة ووقف بها. فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب وصلى بعرنة ووقف بعرفة.